بعد غياب طويل عن قناتي في اليوتيوب لمدة 4 شهور، الوقفة هذه كلها كانت لأجل تجهيز وحجز كل شيء لمراسيم عرسي، ونويت اليوم أصور لكم هذا الفيديو لأجل أعلن لكم فيه عن تاريخ عرسي وبيكون العرس في هذا الأسبوع. بس للأسف صورت هذا الفيديو لأجل أعلن لكم فيه عن إلغاء مراسيم عرسي. أيوة زي ما سمعتوا، ألغي مراسيم عرسي من كل شيء، لأني راجعت نفسي وأدركت في النهاية والله إن لا فيني أي خير إن فعلت عرس وصالة وغناء وفرحة في أيام حزن أخواننا في غزة، وهذا أقل شيء أقدمه تضامني مع أخواني في غزة وأهل فلسطين. وأنا والله لا أحب أن أعكر على أي عريس مقبل على زواج، ولكن هذا شعوري وتضامني مع أخواني في غزة على ما يحصل بهم هذه الأيام من ظلم وقهر وقتل. ولا أحد يقول أني زعلان على إلغاء مراسيم عرسي في أهم يوم في حياتي، يعتبر هذا اليوم يوم فرحة العمر. والله بالعكس يا جماعة، إن زعلي وحزني على غزة وأهل غزة أكثر من أي فرحة في حياتي. وبالنسبة لي فرحتي الحقيقية هو يوم العرس الحقيقي، يوم تتحرر غزة وكل أراضي فلسطين. وتضامني هذا والله ما هو من باب التفاخر أو من باب المدح أو أني أدور على شهرة، لا والله بالعكس، هذه القضية واجبة على كل عربي مسلم حر، واجب أن يتضامنوا مع هذه القضية. وأنا بصفتي معي في جميع منصات التواصل الاجتماعي متابعين مسؤول أمام الله أن أدعم القضية الفلسطينية. خلص الكلام؟ خلص الكلام. وفي نهاية الفيديو أتمنى من كل من يشاهد الآن لا تنسوا من دعواتكم لأخواننا في غزة، واستودعكم الله في أمان الله. تحياتي.